إخبارية مفصلة نستهلها بالعناوين. عقوبات أمريكية على إيرانيين بتهمة مساعدة أنصار الله في اليمن وبروجر دي للميادين. إحباط مشاريع واشنطن في المنطقة أغضبها. رفع العلم السوري في الحجر الأسود ومخيم اليرموك. وموسكو تعتبر مطالبة واشنطن بسحب القوات الإيرانية من سوريا غير قانونية. نحن جاهزون لأن نفنى جميعا حتى آخر طفل فينا ولا أن تمرر علينا مثل هذه الصفقات. السنوار ينفي تعرض حماس لضغوط خارجية للقبول بأي تسويات ويؤكد للميادين أن المقاومة طورت قدراتها بدعم إيراني. مواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين يرفضون سياسات ماكرون بشأن القطاع العام. أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 5 إيرانيين قالت إنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت وزارة الخزانة إن الإيرانيين 5 قدموا الخبرات التقنية المرتبطة بالصواريخ البالستية لأنصار الله في اليمن. وأضافت إن أفعالهم خولت أنصار الله إطلاق صواريخ على مدن سعودية وبنى تحتية نفطية وفق ما جاء في البيان. وفي المقابل قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن المفاوضات النووية لن تعقد مرة جديدة تحت أي ظرف. شمخاني أضاف أن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو مجرد عروض دعائية. رأى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ضد إيران هي مجموعة من أحلام ترامب، معتبرا أنه إذا لم يستطع الأوروبيون الدفاع عن مصالح إيران فإن التعاون معهم لا جدوى منه. وأضاف أن انزعاج أمريكا من الحشد الشعبي العراقي ناتج عن نجاحه في محاربة الإرهاب. شمخاني قال إن فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين هي مصدر فخر، مؤكدا أن دعم إيران لها سيستمر. من جهته قال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي للميادين إن موقف واشنطن ناتج عن غضبها من إيران التي أفشلت مشاريعها في العراق وسوريا. وإلى ذلك طالب 61 نائبا إيرانيا الحكومة بإعادة النظر في علاقاتها مع الإمارات بسبب مواقفها الداعمة للاستراتيجية الأمريكية ضد إيران. ملحم ريا. لم تمض دقائق على إعلان الاستراتيجية الأمريكية حول إيران حتى كان الرد حاضرا وبقوة. تحذير إيراني من تجاوز الخطوط الحمراء سيكون الرد عليه مؤلما كما تشير الرئاسة الإيرانية. رؤية وزير الخارجية الأمريكية بومبيو تافهة وسخيفة، هكذا أجمع المسؤولون هنا، فضلا عن أنها تأتي بخلفية استخبارية وليست دبلوماسية. كلام بومبيو لا أهمية له ولا يستحق ردة فعل. حتى أمريكا غاضبة من إيران لأننا أفشلنا مشروعها في العراق وسوريا من خلال وجود مستشارين بدعوة رسمية، لكن إذا أرادت الإدارة الأمريكية تغيير قواعد اللعبة عندها ستتلقى منا ردا مناسبا. إذن ترى طهران أن الخلفيات والدوافع الأمريكية مرتبطة بإحباط إيران للمشروع الأمريكي في المنطقة ولا سيما في العراق وسوريا وبدعمها فصائل المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. هدف الإدارة الأمريكية هو الوقوف في وجه المقاومة وتحاول تعبئة أوروبا والدول الخليجية التابعة لها للضغط على المقاومة حتى تنعم إسرائيل بالأمان. واستراتيجية بومبيو تعبر عن رؤية الكيان الصهيوني، لكن إيران ووجودها وثورتها مقاومة. هذيان وأضغاط أحلام وتهيؤات، هكذا علقت الصحف الإيرانية على الاستراتيجية الأمريكية، لافتة إلى أن 12 شرطا هي 12 خطأ، وعلى رأسها طلب تعليق تخصيب اليورانيوم بالكامل، وهو شرط لم يتحقق حتى في ظل العقوبات الدولية على إيران. كما رفضت فكرة التخلي عن العداء للكيان الإسرائيلي بشكل قاطع كونه جزءا لا يتجزأ من الدستور الإيراني.
أما طلب التراجع عن دعم المقاومة في لبنان وفلسطين فهو ما يعتبر هنا قمة الخيال الهوليوودي الأمريكي. ملح مرية، طهران، الميادين. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إنه لن يكون أمام الإيرانيين خيار سوى الاستجابة للمطالب الأمريكية التي أعلنها بومبيو. في مقابلة مع يدعوات أحرنوت رأى أن العقوبات تستطيع أن تحطم مفاصل الاقتصاد الإيراني وفق تعبيره. وأضاف أن إسرائيل بمعركتها في سوريا ليست وحدها، فمعها الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول الشرق الأوسط ودول عربية أيضا على حد قوله. وفي الميدان السوري دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي السوري منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق ورفعت العلم السوري فيها. ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان الجيش أن دمشق وأريافها آمنة بالكامل عقب تحرير أحياء الحجر الأسود ومخيم اليرموك. صرح البطل. أكدت موسكو أن مطالبة واشنطن بسحب القوات الإيرانية من سوريا غير قانونية. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قال إن الولايات المتحدة التي تقع ما وراء المحيطات لا تملك أي أسس لطرح مطالب كهذه. سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طلب إحالة الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وقال من لاهاي إن الإحالة تشمل الجرائم التي وقعت في الماضي وفي الحاضر وأي جرائم تقع في المستقبل ولا سيما تلك المرتبطة بالاستيطان. من خلال هذه الإحالة نريد من مكتب المدعي العام أن يفتح من دون إبطاء تحقيقا في جميع الجرائم التي تخلص إلى أنها مستمرة أو نفذت، ونعتقد أن هناك أدلة كثيرة لا يمكن التغلب عليها لهذا الغرض، وأن متابعة التحقيق هو المسار الصحيح والمطلوب. وأريد أن أكون واضحا أن فلسطين اتخذت هذه الخطوة بسبب تكثيف ومدى خطورة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي والاستغلال غير القانوني لمواردنا الطبيعية، فضلا عن الاستهداف الوحشي والمقصود للمتظاهرين العزل ولا سيما في قطاع غزة. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وجه نداء عاجلا إلى العالم لتقديم المساعدات للقطاع الصحي في غزة الذي بات على حافة الانهيار. المسؤول الأممي أكد أن غزة تعاني من أزمة مالية تؤثر أيضا على خدماتها الصحية، ما يجعلها تواجه كارثة إنسانية وصحية كبيرة. طبيعة الإصابات تشير بكل وضوح إلى أن الذخيرة الحية استخدمت لتسبب ضررا كبيرا في الأعضاء الداخلية والعظام. أوجه نداء طارئا للعالم لإنقاذ النظام الصحي في غزة ومساعدة الأونروا لكي تقدم العلاج اللازم لهؤلاء المرضى الذين سيتم إخراجهم من المستشفيات، وخصوصا المصابين الذين بترت أطرافهم ويتطلبون مساعدات طويلة وعاجلة. المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عدنان أبو حسن حذر في اتصال مع الميادين من كارثة إنسانية كبرى في القطاع. ولكن عندما يسقط في غزة حوالي 13 ألف جريح خلال 7 أيام من مسيرات العودة، وهو رقم أكبر مما سقط خلال الحرب على غزة خلال 2014 والتي استمرت 52 يوم. المستشفيات غير مؤهلة، مستلزمات طبية غير موجودة، كفاءات غير موجودة، الكثير من الأشياء. لذلك هذا نداء للعالم أن هذه المنطقة كما قال تتعرض إلى كارثة إنسانية صحية كبرى، ويجب التحرك في هذا الإطار. رشق ناشطون فلسطينيون وفدا أمريكيا بالبيت قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، واعترضوه من المدينة تحت هتافات وصفت الإدارة الأمريكية بالإرهاب. زهراء الديراني. أنتم غير مرحب بكم في أرضنا، غير مرحب بكم في فلسطين، اخرجوا من هنا وأخبروا ترامب أنه شريك إسرائيل في جرائمها.
في بيت جالا بالضفة الغربية لم تدم جولة وفد القنصلية الأمريكية أكثر من دقائق. عشرات النشطاء الفلسطينيين تظاهروا أمام النادي الأرثوذكسي في المدينة، منعوا الوفد من المشاركة بحفل تنظمه القنصلية في القدس المحتلة لتخريج عدد من الطلاب الفلسطينيين، ورشقوه بالبيض والعبارات. اليوم رسالتنا كانت واضحة بأن أشبال فلسطين وكل الشعب الفلسطيني بأطيافه لا يرحبون بالأمريكان ما داموا يعملون على تعزيز الفرق في ميزان القوة بين المحتل والواقع تحت الاحتلال، فهذا لا يصلح أن يكون ضيفا في أرضنا. النشطاء أعلنوا رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل السفارة من القدس إلى تل أبيب، وأكدوا أنهم لن يقبلوا بتنظيم أي فعاليات أمريكية داخل الأراضي الفلسطينية، كما دعوا الوفد إلى العودة لبلاده لأنه غير مرحب به في فلسطين. أمريكا برا برا، أمريكا برا برا، فلسطين حرة حرة. بالأمس افتتحت الإدارة الأمريكية سفارتها في القدس وحاولت سرقة القدس وسلبتها، واليوم جاءوا إلى نص الضفة الغربية. الشعب الفلسطيني ليس شعبا نائما، بل الشعب الفلسطيني دائما في كل المحافل يقول كلمته، وقال اليوم كلمته الشعب الفلسطيني. الخارجية الأمريكية نددت بما وصفته ترهيبا، وقالت إن وفد القنصلية كان يسعى إلى التبادل الثقافي مع الشعب الفلسطيني، لكن هؤلاء النشطاء يؤكدون أن أمريكا الساعية إلى تزوير التاريخ وتشويه الحقائق كرمال عيون إسرائيل ليست أهلا لإعطاء دروس عن الثقافة والتاريخ، لأن سالب الحق لا يعطيه. أكد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار في حديث للميادين أن حماس ترفض كل المحاولات الدبلوماسية للضغط عليها. في رده على سؤال حول الأنباء عن ضغوط على حماس لمناقشة المشروع الذي ستطرحه الإدارة الأمريكية بالنسبة للفلسطينيين، شدد السنوار على أن الحركة لن تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته. لم يمارس على حركة حماس أي ضغط من أي جهة كانت للقبول بأي تسويات أو أي صفقات من قبيل صفقة القرن أو ما شابه ذلك. وأنا أحب أن أؤكد لك ولجماهير شعبنا الفلسطيني ولجماهير أمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم أن حركة حماس لا يمكن أن تكون قابلة للضغط. حماس لا تقبل الضغط ولا تقبل لا الطرق ولا السحب. نحن في حركة حماس نحن جاهزون لأن نفنى جميعا حتى آخر طفل فينا، ولا أن تمرر علينا مثل هذه الصفقات. ونحن لا يمكن أن نستجيب لأي ضغط كائنا من كان، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن القدس عاصمة لدولتنا، عاصمة لفلسطين الأبدية. لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن حق العودة، ونحن قد قدمنا هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى لنثبت من جديد حق هذا العودة ولنحييه في نفوس أطفالنا ورجالنا ونسائنا ونفوس شعبنا وأمتنا. السنوار أكد أن الفعاليات الفلسطينية لن تتوقف ولن تخف حدتها حتى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وأهدافه، وعلى رأسها كسر الحصار عن غزة. عبرت جماهير شعبنا يوم الجمعة الماضي بصورة واضحة وحقيقية، وستعبر خلال الفعاليات خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة عن حقيقة أنه ليس هناك أي اتفاقات لا لوقف الحراك ولا لتخفيف حدته ولا لتقليل الأعداد بالمطلق. هذا الحراك مستمر حتى يحقق شعبنا أهدافه كاملة إن شاء الله رب العالمين، وعلى رأسها كسر الحصار مرة واحدة وإلى الأبد بإذن الله سبحانه وتعالى. السنوار أشار إلى أن المقاومة الفلسطينية طورت قدراتها بدعم من إيران، موضحا أن طهران أمدت كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة بكثير من المال والعتاد والخبرات بعد عدوانها الأخير على غزة. لقد طورت مقاومتنا في قطاع غزة قدراتها تطورا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بدعم الصادقين المخلصين الأحرار من أمتنا وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران،
حيث أنها قد أمدت كتائب القسام وفصائل المقاومة بالكثير من المال والعتاد والخبرات بعد عدوان طبعا وقبل العدوان، لكن بعد العدوان بصورة خاصة بالكثير من المقدرات التي طورت قدراتنا تطورا كبيرا. ونحن نعد أمتنا ونعد كل أحرار العالم إن شاء الله إذا حدثت مواجهة بيننا وبين العدو فسنريهم ما يقر عيونهم، وسنفاجئ العدو والصديق بالكثير من المفاجآت التي إن شاء الله رب العالمين ستقر عيونهم وترضي ضمائرهم وتزيد ثقتهم في شعبنا الفلسطيني ومقاومته. فصل قصير ونعود بعده لاستكمال نشرة الثامنة مساء، ابقوا معنا. جديد أهلا ومرحبا بكم. بحث مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش بريت ماكغورك نتائج الانتخابات العراقية مع قادة 4 أحزاب كردية اعترضت على نتائج الانتخابات في السليمانية. ماكغورك حذر الأطراف التي التقاها على عدم مقاطعة البرلمان العملية السياسية العراقية. نفى ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي للسيد مقتدى الصدر أي علاقة سرية بين السعودية والصدر. وفي مقابلة مع الميادين اعتبر الأسدي أن الوزير السعودي ثامر السبهان متسرع، لافتا إلى أن تغريداته ساهمت بشحن الأجواء وتوتيرها في العراق أكثر من مرة. ليس هناك علاقة سرية أبدا بين المملكة العربية السعودية وسماحة السيد مقتدى الصدر أو أي جهة تتبع لسماحة السيد. العلاقة هي علاقة واضحة أمام الناس أمام الإعلام، ليست أكثر من الزيارة التي قام بها لترطيب الأجواء ولبدء علاقة متوازنة كما قلت مع دولة جارة مهمة مثل المملكة العربية السعودية. السيد السبهان يعني واضح أنه متسرع في تغريداته، وهو بصراحة لا يدرك الوضع بشكل جيد في العراق، ويعني أكثر من مرة تغريداته تساهم في خلق أجواء مشحونة داخل العراق، ونوه سماحة السيد إلى ذلك، ويعتبر أن أي تدخل في الشأن العراقي من الخطأ الكبير وأن القرار يجب أن يبقى قرارا عراقيا. بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان يتواصل فرز المشهد السياسي في البلاد. عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون يقول للميادين إن التكتل هو ممر إجباري في كل الاستحقاقات المقبلة. غراسيا بيطار. رئيس الجمهورية بيكون عنده أكبر كتلة نيابية. طوى التيار الوطني الحر صفحة الانتخابات بتحقيقه أحد أهدافه، كتلة نيابية عابرة للمناطق والطوائف، والأهم بالنسبة إليه كتلة رئيس الجمهورية. من الطائف لانتخاب الرئيس ميشيل عون كان رئيس الجمهورية شوي شبه معزول على الساحة السياسية، ما عنده إمكانية يفرض نظرته أو رؤيته للأمور، مشان هيك كانت الفلسفة أنه لازم يكون عنده عدة شغل، عدة الشغل بتكون بالكتلة البرلمانية الوازنة يلي بيتبعها وجود بالحكومة وازن. فوز التيار الوطني الحر لا يخلو من ثغرات، وخصومه ينتظرونه على جبهتين إحداهما الرئاسة. هنا مفترق طريق القصر الجمهوري، والتيار الوطني الحر تيار العهد كما يحلو له أن يصف نفسه، يقف أيضا بعد الانتخابات النيابية أمام مفترق طرق وتحديات، من الإبقاء على كتلة نيابية متجانسة إلى ترجمة النصر من الشكل إلى المضمون، فرفض العهد الرئاسي بكل ما يحتاج إليه من دعم برلماني. فهل ينجح التيار البرتقالي أمام كل هذه التحديات؟ من تلك التحديات ينفي نائب تكتل لبنان القوي ألا عون تهمة عدم التجانس داخل الكتلة الرئاسية، داعيا إلى عدم استباق الأمور. تكتل لبنان القوي أكيد هو تكتل أساسي اليوم، كتلة التكتل الأكبر مجلس النواب وإلى جانب رئيس الجمهورية هو عدة الشغل النيابية. نحن جزء من توازنات مجلس النواب، وسنكون أيضا ممر إجباري في كل استحقاقات مجلس النواب. هذا الممر الإجباري سيسعى من موقعه إلى توحيد مواقف القوى السياسية حول الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، فهي الوصفة السحرية التي تحمي البلد على حد تعبيره لتبقى باكورة الاستحقاقات هي الحكومة العتيدة. أنا معطياتي أن الحكومة ما رح تمد أشهر ولنا كبسة زر،
هناك بعض العقد يجب تجاوزها، إنما في تصميم من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة المكلف اللي هن بيعملوا عملية التشاور والتأليف على الصراع في تشكيله. أما في تجاذبات الحقائب الوزارية المتعلقة تحديداً بحقيبة المال التي تطالب بها حركة أمل، فيستعين عون ببلاغة اللغة العربية في التفاهم الذي يوصل إلى التفاهم. غراسيا بيتار، بيروت، الميادين. اندلعت في باريس مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مشاركين في الإضراب العام. الشرطة استخدمت خراطيم المياه وقنابل صوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. انضم موظفو القطاع العام إلى إضراب عمال سكك الحديد احتجاجا على خطة الحكومة لخفض 120 ألف وظيفة بحلول عام 2022. إلى العناوين. عقوبات أمريكية على إيرانيين بتهمة مساعدة أنصار الله في اليمن. بروجردي للميادين. إحباط مشاريع واشنطن في المنطقة أغضبها. رفع العلم السوري في الحجر الأسود ومخيم اليرموك. وموسكو تعتبر مطالبة واشنطن بسحب القوات الإيرانية من سوريا غير قانونية. نحن جاهزون لأن نفنى جميعا حتى آخر طفل فينا، ولا أن تمرر علينا مثل هذه الصفقات. السنوار ينفي تعرض حماس لضغوط خارجية للقبول بأي تسويات، ويؤكد للميادين أن المقاومة طورت قدراتها بدعم إيراني. مواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين يرفضون سياسات ماكرون بشأن القطاع العام. هذه نشرة انتهت. لتفاصيل أو فحول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة. دمتم سالمين.